عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا ابو علي ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يكن له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد أيام رمضان
ورمضان في الحقيقة يستحب فيه تلاوة القرآن والتدبر في آياته واستخراج العبر والدروس منه. وعندنا ورد في الأحاديث بأنه قراءة القرآن في شهر رمضان ربيع القلوب. في الحقيقة أنا اخترت هاي الآيات المباركات من سورة مريم لأن هاي السورة في الحقيقة كاف هاي عين صاد من السور الممتازة جدا في كثير من الأمور، ويستحب قراءتها، وأنه من قرأها أغناه الله في ماله ونفسه وولده، وأعطاه الله ملك ملك سليمان. حقيقة أنا مجرب هاي السورة، قرأتها عدة مرات وفعلا الله أغناني في نفسي وولدي. عاد ملك سليمان مو سهل يعني، ها؟ لكن المقصود من ملك سليمان ان الله يغنيك طول الدهر، هذا معناته تمام. ولا هسه ممكن الريح ما الله ما يسخرها لك غدوا وروا حاله، لكن الله يغنيك، وصدق الله يغنيك. واحنا عندنا عقيده بالقران وانه في شفاء لما في الصدور، وانه نور وهدى وبشرى للمتقين. وفي الحقيقة ما أدري الصوت شوية تقصر عليه، وفي الحقيقة القرآن مجرب في كثير من الأمور. ممكن الطب يعجز عن كثير من معالجة بعض الأمراض، لكن القرآن لا. طبعا مو معناته أن الواحد إذا تمرض مرة واحدة يروح للقرآن، لا، الواحد يروح إلى الطب الحديث يعالج نفسه عن طريق الأسباب الطبيعية، لكن ممكن الطب يعجز عن علاج كثير من الأمراض فيلجأ إلى القرآن. في القرآن شفاء من كل داء. بلي مولاي. طبعا هناك في كثير من الآيات عندنا إذا الإنسان يقراها ويلتزم بها تدفع عن الفقر، تدفع عن الوساوس الشيطانية، تجلب له الرزق، تجلب له البركة. زين، كثير من الأدعية موجودة في القرآن. إذا واحد ما عنده ولد يستحب بقراءة هذا الدعاء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زين، في هاي التجربيات موجودة. أنا أتذكر في واحدة شابة متزوجة وما يعني ما عندها أولاد، تعاني من عدم الإنجاب. زين، راحوا أطباء مني منك ما كفايدة، الولد سليم والبنت سليمة، لكن بعد ها ما قاعد يصير ولد. وتعرف أنت الولد عزيز، وبيت بلا ولد يطلع البيت مو صاخن، ها، لأن الولد في البيت، عليكم السلام، الولد في البيت يخلي الروابط الزوجية أقوى. لاحظ شلون الولد في البيت يعطي حرارة خاصة للعلاقة الزوجية. كثير ما تتلاحظ واحد مثلا ما يطلق زوجته، يقول ليش أطلق زوجتي، عندي منها 3-4 أطفال، تمام ولا؟ فبقاء الأطفال في البيت يخلي العلاقة قوية، يقول ذول الأطفال وين يروحون، ها؟ فوجود الطفل مهم في البيت حقيقة. والإنسان خوب بلا شك من حقه أن يبحث لي عن امتداد من بعد مماته. زين، لابد أن يكون الإنسان له وجود، له فد ممثل رسمي إن صح التعبير من ما يموت. أنت ما تلاحظ إذا واحد سافر رئيس دولة، ها، يعهد العهد ماله لولده حتى ينوب عنه، تمام ولا؟ فانت لو يوم من الايام انتقلت الى الرفيق الاعلى، يقولون والله فلان ما مات، عنده اولاد، اكو يمثلوني، عدل ولا؟ فكان اذا شوف اولاده كان شفت نفس الاب. فالولد مهم. على كل، انا بس اريد استشهد بالايات القرانيه بان لها دور كبير في حل كثير من المعضلات.
وهذا لا يعني عدم استعمال الأسباب الطبيعية، لا، واحد يروح الطب وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وهو الحاكم على الطبيب. وإذا انت رحت الطبيب وامتثلت للشفاء فالله هو الذي جعل الشفاء على يد الطبيب، مو ان الطبيب هو يشافي، لا، الله هو المشافي. على كل المولاي، فهذه البنية حقيقة جت فد مرة البيت عندنا، فشكت لي عن هاي الحال، في دعاء في كذا في فلان شيء. أنا عاد علمتها بعض الأشياء اللي هي من القرآن حقيقة يعني. علمتها عدة أمور، زين بعد أقولها لكم لأجل الفائدة، لأن هاي مورد ابتلاء بعض أوقات الصيف. مولاي بالنسبة إلى إعطاء الولد، تقول بعد صلاة الصبح 100 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه. شقد مولانا؟ 100 مرة بعد صلاة الصبح، الله أكبر، أذن الصبح تصلي وتقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 100 مرة. بس عادة تقولها بتوجه، مو تقولها وحواسك في السوق أو حواسك في النوم، أو هاي ما صار، تقولها بتوجه يعني صدق من أعماق القلب، تطلع استغفر الله ربي وأتوب إليه، تتذكر ذنوبك خطيئاتك معاصيك كذا، واقعا ترجو من الله الاستغفار والتوبة. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لعل تسألني تقول لي شيخنا شنو ربط بين الاستغفار وإعطاء الولد؟ يعني في ربط وما في ربط؟ إجا واحد نفس القضية للإمام الحسن سلام الله عليه، يعاني من قلة الأولاد أو يعاني من عدم الأولاد، فقال للإمام الحسن نفس الشيء، استغفر الله عز وجل، واستغفر الله ورزقه الله 8 من البنين مرة واحدة، هو بس ها 8 تورط ب8. جل الإمام الحسين سلام الله عليه قال لي تورطنا احنا، بس الاستغفار نبي نفتهم سر السالفة، ويش سر القضية، شو الربط بين الاستغفار والبنين؟ قال لي ما قرأت قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا؟ شنو النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، تمام ولا؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال وقال بنين، مع ما قال بنات، كأن وايد ربط بين الاستغفار ونزول الامطار واعطاء المال والبنين. هذه الآية إذا تبونها في سورة نوح، هو نفس نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. هذا أول شغلة. شوف أنت من وين انتزعت الاستغفار؟ انتزعت من القرآن. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يستحب عند الجماع أن يقرأ الزوج على بطن الزوجة سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع. يضع اليد على بطنها ويقرأ هاي الآيات، وببركة هاي الآيات الله سبحانه وتعالى لعله يوفقهم لإنعقاد النطق. وفعلا هاي البنت جربت هذا العمل، وسمعتنا قبل حوالي 2 شهر يعني، سمعت أنها حامل زين، وإن شاء الله تضع حملها عن قريب، هذا من بعد 6 سنين زواجها. فحقيقة هاي نعمة من الله عز وجل، ها، إن في القرآن فيه أسباب الخير والسعادة حتى على هاي القضايا، مو بس قضية تشريع وقضية صلاة وقضية زكاة وقضية صوم، لا، حتى من هاي النواحي مفيد جدا.
والله سبحانه وتعالى قادر. انت ما عليك الا ان تفتح يديك بالدعاء ها وتتوسل الى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. تمام يا مستمر، هاي الايات اللي تناولتها انا كاف ها يا عين صاد فيها قصه زكريا. زكريا نبي من الانبياء طبعا، والله يمدحه في القران ذكر رحمتي ربك عبده زكريا، وفي نفس الوقت هو كان كفيل مريم، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، أنى لك هذا؟ قالت هذا من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. فزكريا من أحد الأمور، هو 120 سنة عمره وزوجته 89 سنة، وولد ما عنده زكريا، وقلت لك الولد ضروري للأب. ونفسه زكريا في آيات ثانية يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. في الآيات هذه تضمن معنى إعطاء الولد. طبعا في شيء ما بين قوسين أقول لكم، إذا واحد أو واحدة ما عندها ولد لعل هناك مصلحة من عدم إعطاء الولد، واضح له واضح؟ لأن كثيرين الله يعطيهم أو ما يعطيهم لمصلحة ما، لعل واحد ما عنده ولد لمصلحة، يجوز الله يعطيك ولد ويصير ذا الولد دمار عليه. ها الحين كان تتذكرون في قضية الخضر وموسى، مو الخضر شاف غلام قتله حتى موسى اعترض عليه قال له قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ما يدري فلسفة هذا الولد شنو، ان هذا الولد احنا قتلناه لان راح يسبب لأبويه طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما منه اقرب زكاة ورحمة. تمام يا ولد، الولد هذا راح يسبب لأبوه الطغيان والكفر. ليش؟ لان ممكن الوالد يتاثر بولده، ممكن هذا الشيء، لان الوالد عاطفي ويحب ولده، فعلى اساس انه يحب ولده ممكن يفتتن بالولد ويجر الولد، هاي الشيء موجوده يعني. فممكن انت الله يعطيك ولد لكن يسبب لك بالاخير مشاكل ومتاعب بالنهايه، فانت لا يصير عندك شنو استنكار لما قسمه الله لك، لا سلم الى الله على كل حال. وبعض اوقات ممكن الله يعطيك ولد لكن عدو. تمام ولا ان من ازواجكم واولادكم شنو عدو لكم فاحذروهم، مو الكل، ان من بعض، هذا من تفيد البعض، يعني بعض اوقات يصير الولد مثل العدو واقعا، بس انت في الجمله اطلب ولد صالح. لهذا عندنا من المستحبات الأكيدة عند الجماع البسملة، وأن الإنسان يطلب من الله إذا انعقدت النطفة اللهم اجعلها ولدا صالحا طيبا مواليا لأهل البيت محبا لعلي بن أبي طالب. هالشكل دعاء موجود، هذا في مكارم الأخلاق إذا تبحث هالشكل دعاء موجود، لأن الهدف من الولد هو أن يكون صالح ويخدمك ما بعد الموت عليكم السلام. لهذا احنا نشوف حتى الأنبياء يطلبون هالشكل أو لا. زين انت حين تطلب ولد عاد مو مشي ب 120 سنة مقدر ها، وزوجتك مبنشرة 80 سنة، بعد زحمة تطلب ولد وانت في العمر هذا، عدل لو لا؟ كلامنا عن سورة مريم اليوم، الله يحفظكم. الحين هذا زكريا يريد ولد، السنة عمري 120 سنة، زين زوجتي 89 سنة، هاي شلون تركب السالفة؟ ممكن يعني في الأسباب الطبيعية في العقل الطبيعي زحمة، لكن عند الله مو زحمة. تمام يا مستمع،
فانت مو دائما تعول امورك على الامور الطبيعيه والاسباب الطبيعيه. ممكن الله يضرب الاسباب الطبيعيه عرض الحائط ويتدخل هو في ظروف معينه ولمصلحه معينه. الحين النار غير وظيفتها الاحراق واعطاء الحراره، لكن لاجل ان الله سبحانه وتعالى يريد ينجي ابراهيم يسلب الحراره والنار من النيران. النار وظيفتها الاحراق، الله يسلب الاحراق منها يخليها نار خاليه. كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فممكن الله يتدخل ويمنع الاسباب الطبيعيه بقدره من ولمصلحه من. هذه مساله وارده. فانت في الامور دائما خلي يصير عندك توكل على الله. اكو بعضهم ما عنده توكل على الله، يبي كل شيء مبرمج له وكل شيء حاضر محضر له. شاش معنى تتوكل على الله؟ ها، لازم تتوكل على الله. المهم زكريا بدا يطلب ولد. تري ليش هو طلب ولد زكريا؟ السالفه مالته وين؟ السالفه مولانا هاي كاف، هاي يا عين صاد سر هني. الله سبحانه وتعالى علم زكريا مصائب اهل البيت، وعلم باصحاب اهل الكساء الخمسه. فيذكر فاطمة، يذكر العلي، الحسين، يبكي. بس من يوصل للحسين خنقته العبرة. شو تقول انت السلام عليك يا قتيل العبرات، عبرة كل مؤمن ومؤمنة. مولاي يقول زكريا انا ما بس اوصل للحسين ابكي بكاء مرة، بكاء كلش تخنقني العبرة، ما اقدر اتحمل، شنو السالفه؟ فطلب من الله عز وجل ان يبين له سر بكاء على الحسين شنو. فالله اوحى اليه كاف ها يا عين صاد. هذه فت سر، هذه رموز معينه ما يفهمونها الا الانبياء. طبعا لها تفاسير عده، انه ليش هاي الحروف المقطعه في بدايه السور، ان الله يريد يحتج على قريش ان هاي القران مؤلف من هاي الحروف الابجديه الهجائيه، ها، فاذا انتم تستطيعون ان تاتون بسوره من مثله تجيبوا، والحال ان القران مؤلف من هاي الكلمات. فهذا اكبر اعجاز ها للنبي صلى الله عليه وسلم في قضيه القران. ولا طبعا تفسيرات اخرى من ضمن تفسيراتها ان هاي رموز خاصه ما يفهمونها الا الانبياء. فأوحى الله إليه كاف ها يا عين صاد. الإمام الحجة سلام الله عليه فسر هاي الكلمات في رواية إليه. طبعا هاي الرواية اللي قاعد أقولها لك هذا مضمون رواية الإمام الحجة، بأنه طلب الولد لأنه كان يبكي على الإمام الحسين زكريا الزين، والله بين له في كاف ها يا عين صاد. الكاف كربلاء، الكاف شنو؟ كربلاء. كاف كربلاء، ها هلاك العترة، كاف ها يا يزيد، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين على الخير. كاف ها يا عين صاد. فلما عرف ان هذا زكريا بأن الإمام الحسين يأتي إلى كربلاء ويقتل صبرا وعطشا ويسبب وفي كربلاء وهلاك العترة، فهم عاد القضية شنو. فأخذ يبكي فقال اللهم ارزقني ولدا ها وأفتة بحبه كما أعطيت النبي ولد، لان النبي هم يحب الحسين ويقول احب الله من احب حسينا، ها حسين مني وانا من حسين، تمام يا مو تمام. فطلب من الله ان يرزقه ولد كما رزق النبي صلى الله عليه واله وسلم، ويفتتن به وكذلك يفجع به كما فجع بالنبي بالحسين. لاحظ شلون؟
فالله أعطاه عاد يحيى. هذه سر القضية إذا واحد سأل هذه. فأوحى الله إليه كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. السالفة ويش؟ السالفة إذ نادى ربه نداء خفيا. ليش نادى نداء خفيا؟ هني لها فلسفة، إن الإنسان إذا يريد يدعو الله عز وجل، أولا الله سبحانه وتعالى قريب يسمع دعوة، ماكو داعي تلعلع انت ليه. لاحظ شلون ادعو بصوت خافت منخفض مستحن من متذلل خاضع خاشع. عادة الانسان اذا يكون بهالحالة ما يطول على صوته، يخفض صوته، ها، حياء من الله استحياء من الله. إذ نادى ربه نداء خفيا، ادعوه في الآية الثانية ادعوه تضرعا وخفيا. هذه مسألة. طبعا بعد من أحد فلسفة نداء خفيا إنه الإنسان بعض أوقات ممكن يكون بعيد عن الله عز وجل نتيجة ذنوب ومعاصي. إحنا اللي يحجبنا عن الله شنو؟ ذنوبنا ومعاصينا. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حينتي يا ستار العيون. احنا بعض الأوقات نتيجة ذنوب ها نصير بعيدين عن الله عز وجل. فانت لما تريد تدعو الله عز وجل وانت تشعر انك مذنب وما قاعد تطيع الله حق اطاعته، فتستحي تخاطبته بتطلب منه شيء. شلون انت اذا عندك ولد في البيت مسوي له فد مكسوره، لما يجي يطلب منك فشي انت الاب يجيك منكس الراس صوته خفيف واطئ. ليش؟ لان مستحي مسوي له فد مكسوره. واضح لو لا؟ هالشكل العبد مع الله عز وجل. بعض اوقات العبد يشوف يبتعد عن المولى نتيجة ذنوب. لهذا اهني زكريا يريد يبين هذا المعنى. اذا انت تريد تدعو الله عز وجل ادعوه ان انت تستشعر الذنب، تستشعر التقصير في العبادة. لهذا احنا هذا الشيء ورد عن ائمتنا زين العابدين، كذلك زين العابدين في مناجاته مع انه مطهر من كل ذنب، بس من يخاطب الله عز وجل يخاطبه بنفسية الإنسان العاصي المجرم. تمام يولا؟ يقول في أحد مناجاته: ربي أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي فلا حجة لي، فأنا الأسير ببليتي المرتهن بعملي. شوف شو التعابير ها، المرتهن بعملي المتردد في خطيئتي المتحير عن قصدي المنقطع بي، قد أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين موقف الأشقياء المتجرئين عليك المستخفين بوعدك. سبحانك أي جرأة اشترأت عليك وأي تغرير غررت بنفسي، مولاي ارحم كبوتي. شوف هالشكل يدعو يسترسل في الدعاء مع أن طاهر مطهر، بس هو ما يشعر بلذة المناجات والدعاء إلا إذا شعر بالتقصير. ولا إذا يشعر الإنسان أنه كامل أمام الله ما يلتذ بالدعاء. هذا فتسر خاص. إذ نادى ربه نداء خفيا. أنت مولاي إذا تبي تدعو أكو آداب للدعاء، من ضمنها أن تدعو دعاء الغريق، دعاء المحتاج، دعاء الوالي، دعاء المشتاق. مو تدعو وانت متساوب، تدعو فكرك بغير عالم، لا، تدعو وانت كلك شوق وكلك اشتياق الى الله عز وجل، نشط بعشق تدعو. وكذلك دعاء الغريق بقلب منكسر بقلب خاشع، هالشكل يكون تدعو.
وتشرح لله الظروف، لا تروح مرة تطلب الحاجة اللهم ارزقني ولد، لا، بين لي الأمور. قال رب إني وهن العظم مني، شوف يبين العجز ماله، يبين بأنه لا شيء. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، لكن ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني انت يا ربي ما عودتني على ان تخيب دعائي، انا املي بيك كبير، رجائي فيك كثير، ادري انت ارحم الراحمين، ها، انا ما اقطع رجائي منك. ولم اكن بدعائك ربي شق، صدق انا وهن العظم واشتعل الرأس، لكن مع ذلك رحمتك وسعت كل شيء. لهذا انت لا تيأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله ذنب عظيم وحرام وما يجوز. حتى لو انت اتيت مولانا بجرائم الثقلين لا تيأس من رحمة الله، خل عندك دائما توجه الى الله مهما كان. اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني، واشرح لي الظروف، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، لكن هاي السالفة هني السر، ولم أكن بدعائك ربي شقي. بعد شنو؟ شرح الظروف. وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي شنو؟ الأقارب، العصبة من الأقارب. يقول أنا خفت من ذول الأقارب يضيعون الدين من بعدي، أنا نبي وأريد أنه يكون لي امتداد، وأريد الرسالة تبلغ إلى الناس، وأريد هداية الناس، وأريد هاي الرسالة تبقى حتى يحيي المجتمع بهاي الرسالة. لكن ذول الأقارب أخاف عليهم أن يضيعون الرسالة ويفسدون في الأرض، ها؟ وإني خفت الموالي من ورائي، يعني من بعد. وإني، شوف يشرح الظروف، القضية مو لي شخصية، ما بالولد لي، أم بالولد للدين، واضح شلون؟ أم بالولد يبقى حتى المجتمع يكون صالح ببقاء هذا الولد. لا تفكر في مصالحك الذاتية، فكر في مصالح الآخرين. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، زوجتي بعدها معاقرة، سانة مشي كل شيء، ماكو مفجر، ماكو إسا هاي معاقب، كل شيء ما عليه 89 سنة. يشرح الظروف من الطرفين. وكانت امرأة، أكو واحد هو تمام، أكو واحد لا هو مو تمام، زوجته تمام. بعض أوقات النسل ممكن يكون العيب منك مو من زوجك، أنت الإشكال فيك، هذا هم ممكن، يعني الحيوانات المنوية عندك ضعيفة او النمو مالها في اشكال، هاي موجوده يا انسان. مره الزوجه لا عندها ما شاء الله قابليه موجوده عندها. ف الزكريا بين الامرين، قال وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، خفت المواليه من ورائي، هاي سبب اجتماعي وسبب شخصي، وكانت امراتي عاقره. المطلوب شنو؟ فهب لي من لدنك وليا. من لدنك يعني من عندك، وليا يعني شنو؟ يعني يلي الامر من بعدي. هذا شوف ما راحنا في مره واحده قال ربي هب لي، شرح الظروف، شرح الملابسات، بعدين طلب. انت لما يا اخي، انت لما تريد تكتب رساله لامير او تبي تكتب رساله للرئيس، ما تطلب له مره واحده شغلني، لا شوية قوري، بسم الله الرحمن الرحيم، ها، إلى سماحة الكذا، بارك الله فيكم، عهدنا منكم فعل المعروف، قضاء حوائج، تنفخ شوي بعدين تطلب، عدل ولا إخبال؟ هذا يكتب واحد مرة واحدة مو ترتيب صحيح. انت حين أمام جبار السماوات والأرض لازم بعد تقورز مثل ما قورز منه زكريا. قال فهب لي من لدنك وليا، لكن مو يتشقطر، لازم عنده امتيازات. وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
واجعله ربي رضيا. لطيف. شوف مولانا قضية الإرث والوراثة تأثر بالإنسان. يرثني، ها، يرث مني الشجاعة، العلم، الحكمة، ها. ومن سعادة المرء، عندنا حديث، من سعادة المرء ان اذا يطلع الولد يشبه الوالد، هذا من سعادة الوالد، عندنا في بعض الروايات، من سعادة الانسان. يرثني، زين، ويرث من آل يعقوب، يعني النبوة، الحكم، زين، ويرث من آل يعقوب. وبعد دعا للولد، ترى الدعاء الوالدين كلش مهم في الروايات، من احد الادعية التي يستجاب الله فيها دعاء الوالدين للولد، سواء كان عليه او ليه. هاي بعد ديروا بالكم تكون الاباء، اذا تبي تدعو لولدك بالخير والتوفيق الله يستجيب، واذا تبي تدعو عليه بعد بالتعاسة الله يستجيب له، وعليه دعاء الوالدين نافل. طبعا من الادعية التي الله يستجاب فيها الدعاء اربعة لا ترد لهم دعوة: الامام العادل، والوالدين، والمؤمن يدعو لأخيه المؤمن عن ظهر الغيب، والمظلوم، المظلوم هم الله يستجيب دعاء. هاي أربعة الله يستجيب له. مولاي عليكم السلام، يرثني ويرث من آل يعقوب، وادعو إليه واجعله ربي رضيا. شوف، رضيا يعني أنت ترضى عنه، مو أنا أرضى عنه. أهم شيء رضى الله، أهم شيء أن يكون هذا الإنسان تصرفاته وسلوكه مرضية عند الله، هذا الملاك. تمام يا مو تمام؟ رضي الله عنه، لاحظ شلون، واجعله ربي رضيا. لهذا أدعية وايد عندنا، إذا تتذكرون في قضية كربلاء، لما ليلى جت للحسين سلام الله عليه وقد تغير وجهه لما برز له بكر بن غانم، خاف عليه، شنو قالت؟ شنو قال لليلى؟ قال لها: ادعي لولدك، فاني سمعت رسول الله يقول ان دعاء الام مستجاب في حق ولدها، كذلك هم الوالد. فهذا ان شاء الله انتم تدعون لابنائكم دائما بالتوفيق والسعاده والهناء والازدهار ان شاء الله تعالى. واجعله ربي رضيا. لما دعا فورا الجواب: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا باسمه ويا. طبعا عندنا رواية: من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأدبه ويعلمه القرآن ويزوجه. في بعض الرواية أكو واحد يسمي ولده موزة، يسميها سهى، يسميها مها، أسماء كثرة، سموه أسماء عدل. لو جحش، أكو بعد جحش، وعندنا زبالة موجودة الأسماء هاي، تخلف. هذا باكر قالوا لي والله حج جحش، هذا غير زحمة، حج جحش، سمعت أنت حج جحش. لو حاجية مها، ما أفخى يعني. لو حاجية سهى، غير ماذا هذه؟ الحين ندى وأمل، على كل توكل على الله. المهم سما يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. الله بشره خلاص، تشيك الموضوع. بس هذا استغرب، شلون السنة 120 سنة بالدقدق وهذه 98 سنة؟ شوف الأسباب الطبيعية، فضيع الإنسان يسأل. قال: ربي أنى يكون لي غلام، ها، وكانت امرأتي عاقرة. رد أكد الأسباب: وقد بلغت من الكبر عتيا. أنا وصلت إلى عمر بعد ما انصلح يعني حتى أجيب لي جاهي، خلاص بعد. وقد بلغت من الكبر عتيا. هذه مو شغلك بوية. قال: كذلك. قال رب، هذا الشغل يعني. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، والحال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. سبحان الله، سبحان الخالق البارئ المصور واقع. تمام يا ولا؟ هذا الشغل يعني، تسألك، عليك تدعو، ما عليك.
انت قول لي يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، انت بس نازلني واعلك، ادعوني استجب لكم. مولاي انا نبشرك بغلام اسمه يحيى الى اخره. قال انا يكون لي؟ قال كذلك قال ربك، هو علي هين، هذا لا شيء، والحال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هاي بعد. على كل حال قال رب اجعل لي آية، خلي علامة اعرف انه صدق، يعني زوجتي حامل، لا يعني شوف دليل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. آيتك انه انت ما تقدر تتكلم ويا الناس، والحال ان انت سوي يعني لسانك ما في اي عيب، كلش سوي الخلق ماكو اي عيب، بس ما تقدر تحكي لنا 3 ليال سوية الى ان وضعت حملها، فخرج على قومه من المحراب، فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. سبحان الله، الله اعطاني ولد، الحمد لله، الشكر لله، تمام يا مو تمام. واذا الله اعطاك ولد يستحب لك ان تذبح له بعد عقيقة يوم السابع، ها تذبح له خروف، اذا ولد ذكر تاخذ له خروف ذكر، واذا لانثى تاخذ لها خروف انثى، تذبح ابويه وتدعو المؤمنين ياكلون من عليه، ها او تقسمه تفرقع المؤمنين. انت مولاي مطلوب، مطلوب 5 خرفان في حياتك، الا ما ذابح خلي يذبح من الحين، 5 خرفان مطلوب. عندنا رواية، الخروف الأول العقيقة هاي مال الولد يوم السابع، وللختان هم واحد، وليلة العرس مولاي الله إن شاء الله يعرس العزاب إن شاء الله تعالى، أكثر أهل النار العزاب، شرار موتاكم العزاب، يديروا بالكم بوي. على كل الله يحفظكم، ليلة العرس بوي هم خروف، العقيقة واحد، الختان واحد، ليلة العرس ولشراء الدار، ها رحت بيت جديد سوي لك عزيمة، ها ادعو فيها المؤمنين، وبعد للرجوع من مكة حجيت حج الله الأكبر، ها هم تدعو، كلها مناسبات فرح وخير، حتى الناس يشاركونك في أفراحك، ها هالشتي لا تصير أناني، اعطي يا أخي. الحين خروف كيف 20 دينار؟ هذا اذا هالشكل طايح حظه، اما اذا شغل عدل 40 دينار، اذا لحم عربي ولازم بعد انت تاخذ لك شيء عدل، ها سالم من العيوب، سمين، هاي مستحبات موجوده، ها لحم عربي شغل عدل، وتدعو المؤمنين، ها انتم فقراء وايد عندكم اهل البحرين، مساكين وايتام وايد، ما موجوده يعني تكافل اجتماعي بذيك الصورة المطلوبة، ما موجود ها تكافل اجتماعي حقيقة، يعني أنا أشوف والله ناس يعني يبدأ عليهم العام الدراسي وسادة مؤمنين ما عنده حقيقة، يعني ما يقتات لعياله، يعني حقيقة هاي الشيء موجود، مو قضية فلوس ما عندنا، أنا قايل كم مرة على المنبر فلوس عندنا بس سوء توزيع، يعني فلوس نفوط الحمد لله عندنا، أخماس هم عندنا، كل شيء عندنا، بس تعال شلون نوزع هالفلوس، ها هني السالفة. الله إن شاء الله يعيننا وإياكم على أداء هذه الحقوق، ولا يوم القيامة ذولا الله يسألنا عنهم، هالأيتام وهالمساكين وهالفقراء احنا مسؤولين عنهم، أمير المؤمنين يقول الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم، الله الله في الجيران، تمام ولا هاي مسائل تكافل اجتماعي موجود. اي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حقيقة مشكلة هاي اليتم، الانسان اليتيم حقيقة يشعر بمعاناة نفسية واقعا، يعني من جهة فقدان الاب، زين فقدان الام، ماكو احد من يحن عليه، ها لهذا انت تشوف الحسين سلام الله عليه، إذا تتذكرون الحسين سلام الله عليه لما بلغه قتل مسلم بن عقيل، ها لما قتل مسلم بن عقيل جو لي نفرين جو في الطريق ساعة
سألهم الإمام الحسين عن الأخبار، شنو الأخبار؟ أخبار الكوفة. فقالوا رأينا مسلم بن عقيل وهاني بن عروة الحبال في أرجلهم وأيديهم ويجران في الأسواق. أي والله يجران في الأسواق. عاد الإمام الحسين انكسر خاطره على من وعلى بيت مسلم بن عقيل، جاء إليها ها بنية، هي محست بعد، حست بالشغلة، فأخذ يمسح بيده على رأسها يقول لها أنا أبوك، ها زينب عمتك، سكينة أختك. أقول إن الحسين سلام الله عليه وضع يده على رأس بنت مسلم بن عقيل، لكن من الذي وضع يده على بنته سكينة لما جاءت إليه وهو مخضب بدمائه؟ ها سكينة ألقت بنفسها من على محملها واعتنقت جثة والدها. تقول بويا والله ضيمة، أنا صير من صغري يتيمة، والنايح من عقبك لجيمة. فأمر عمر بن سعد جماعة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها. أيوة مصيبتها. تقول لأبويا برضاك لو رغم عليك، الله أكبر، بويا بويا برضاك لو رغم عليك، أنا يجرني العدو من بين ديك. الله أكبر، أنا أصرخ ودير العين ليك، وادري بحميتك ما تخليك، معذور يا الحزة وريدك يا ابنة الطور. إلهنا تقبل أعمالنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، رد كل غريب، فك كل أسير، شافي كل مريض، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسس، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات. الله.